FM. الكلمة ليك. التجربة الأولى كانت تجربة في سينما أول تجربة في سينما كانت فوسنا قدام الكاميرا أنا. جست قدام الكاميرا كانت مسلسل دنيا مع مسلسل دنيا مع الوطنية. أما ما تشافش ياسر ما تعرفتش نجلك. هو المسلسل كله ما تشافش كله ما تشافش ياسر ولو رول ما كانش أن رول تري امبورتون معناتها كان رول موجود أما ماهوش تري امبورتون وصافا معناتها كيعجبني. بعد جات فوسنوت جا الفيلم بعد فوسنوت ومن بعد عملت الهروب من قرطاج مع مديح وعملت بعد مكتوب. مكتوب هو اللي عرف التوانسه كل بنجا بن عبد الله سيتي ان رول اسي كونسيكون معناتها دونك اوتوماتيكمون تبدا عندك رول كبير باش يظهر معناتها كان فشلت فيه باش يظهر وكان نجحت فيه باش يظهر مع مسلسل ناجح والسكسي نتاعو سابق دونك مغامره كانت صعيبه. الحمد لله نجلة تعرفت بالمسلسل هذاك. من بعد جات الزوجه الخامسه أيه؟ اللي هي ركزه يظهر لي في كارير نجلة بن عبد الله. والله نقول لك حاجه فما شركيزي هو كيف لانه المسلسل ككل ركزه راهو دودان كبيرة كام سوفاج عمينا العبيد. المسلسل ككل ما نجحش معناتها سي فغي معناتها وما قاش كان فيه برشا نقائص كما يقولوا انت تعرف معناتها حسين معناتها صورت معايا فيه هذاك علاش نحكي في حكايه نعرفها على الاخر سينو ما ينجمش معناتها دونك تعلمت منه برشا حاجات معناتها تعلمت جو غارد لا تيت فخواد كما يقولوا معناتها انا جو سوي كالكان دو تري سنسيبل معناتها نتاثر باي حاجه تصير معناتها نجم نسمع توا وانا هوني عبد يتعارك مع واحده ولا يتعرض تدخل بعدك تولي تبكي مش نولي نبكي ما سمتوش معناتها جو بو با اتر انديفيرونت في الخدمه هذيا سورتو في التمثيل ما لازمكش تكون هكا معناتها لازمك فريمون مخك فارغ من كل شيء لازم العباد يبداو ينقزوا يتعاركوا يتضربوا بالبنيه وانت مركز على خدمتك مركز على خدمتك فوالا شوز كو جي ابريز دوبي معناتها فوالا كاب اف ام الكلمه ليك.